لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 28 أكتوبر، والنهاردة القمر موجود في برج العقرب. النهاردة كمان القمر الجديد بيتولد في برج العقرب الساعة 6:45 الصبح، وده بيحصل عند درجة 4 من برج العقرب. عندنا كمان المريخ موجود في برج الميزان، عندنا الشمس وفينوس وعطارد الثلاثة في العقرب، عندنا كمان المشتري في القوس وزحل وبلوتو في الجدي، وعندنا كوكبين مازالوا بيتراجعوا، أورانوس بيتراجع في برج الثور ونبتون بيتراجع في الحوت. النهاردة القمر الجديد اللي موجود في برج العقرب اللي قلنا انه بيتولد الصبح الساعة 6:45 الصبح في العقرب، بيتنافر مع أورانوس في برج أورانوس اللي موجود في برج الثور وبيتراجع في برج الثور، وبيحصل التنافر الفلكي ده عند درجة 4 من البرجين. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر الجديد للأسف بيتنافر مع أورانوس في منازل المال، وده بيديكم وقت غير مناسب للدخول في أي مغامرات مالية أو أي تجارب غير مدروسة. يعني النهاردة يوم غير مناسب للمغامرة على الصعيد المالي أو على الصعيد المهني. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. النهاردة عندكم القمر الجديد موجود في مواجهة برجكم، وده يخليني أقول لكم حاولوا تتحكموا في عصبيتكم، وحاولوا ما تتسرعوش في قراراتكم. كمان العناد مش مطلوب أبدا النهاردة، ولا التهور يعني، ولا تعندوا ولا تتسرعوا في قراراتكم. لازم تدرسوا كويس كل خطوة أنتم مقدمين عليها وكل كلمة أنتم بتقولوها قبل ما تقولوها. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندكم القمر الجديد موجود في منزل الصحة ومنزل العمل الإيجابي، لكن في تنافر فلكي في منازل الصحة، وده بيخلي في طاقة أقل. ضروري أنكم ما تهملوش صحتكم النهاردة، لازم تاخدوا قسط وافر من الراحة وتنظموا جهودكم عشان ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم القمر الجديد بيدعمكم جدا في منزل الحب، ده بيديكم طاقة عاطفية وميل للرومانسية، وممكن تجمعكم بالناس اللي بتحبوهم أوقات حلوة، ممكن يكون فيه لقاءات عاطفية رائعة. لو عندكم أولاد هيكون عندكم قدرة على التواصل بصورة أفضل مع أولادكم. كمان على الصعيد المهني ممكن تبقى عندكم طاقة هائلة بتساعدكم على الإنجاز، وممكن كمان تجمعكم مشاريع مشتركة مع الناس اللي انتوا بتحبوهم. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندكم للأسف القمر الجديد في وضع معاكس، وفي طبعا تنافر فلكي، فده يخلي عندكم شوية ضغوط عائلية واجتماعية ومهنية، فمطلوب منكم على الثلاث أصعدة دول مهنيا واجتماعيا وعائليا انكم تسيطروا على عصبيتكم وعلى تقلباتكم المزاجية، وحاولوا انكم تتصرفوا بحكمة. ضروري تاخدوا بالكم انكم ما تدخلوش في اي حوارات شائكة او اي نقاش ممكن يؤدي لصدام مع الاهل ومع القرايب وفي العمل مع زملاء العمل او رؤساء العمل، كمان في علاقاتكم الاجتماعية. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. النهاردة عندكم القمر بيدعمكم جدا في منزل العلاقات، وده بيديكم علاقات موفقة على كل الأصعدة،
القمر الجديد النهارده بيساعدكم تعملوا توافق او تحققوا توافق اجتماعي ومهني، يعني مع الزملاء في العمل او في رؤساء العمل. كمان النهارده يوم مناسب جدا لمواليد العذراء، لو عاوزين تعملوا انترفيو في شغل هتعرفوا تتكلموا بثقه، تعرفوا تبرزوا مواهبكم، عندكم كمان قدره على الاقناع وقدره على التفاوض. ضروري بس انكم تراعوا مشاعر الاخرين، لكن عموما وجود القمر الجديد في وضع داعم بيساعدكم جدا توتدوا علاقتكم مع كل اللي حواليكم، وكمان تقضوا اوقات حلوه اجتماعيا وعائليا وعاطفيا ومهنيا. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهارده للاسف القمر الجديد بيتنافر مع اورانوس في منازل المال، وده يخليني اقول مواليد الميزان النهارده حاولوا ما تدخلوش في اي مغامرات ماليه ولا مغامرات مهنيه، يعني ما تتسرعوش عموما لا في قراراتكم الماليه ولا المهنيه، وكمان ما تتسرعوش في كلامكم عشان ما تجرحوش حد ولا تتسرعوا في انتقادكم للاخرين. اهم حاجة ما تاخدوش قرارات متسرعة عشان ما تندموش، ويعني تجنبوا المخاطرة والمغامرة تجنبا للوقوع في اخطاء وتجنبا للخسارة. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة عندكم القمر الجديد موجود في برجكم، ده بيساعدكم على اثبات وجودكم في كل نشاط أو في كل مكان بتتواجدوا فيه. كمان مواليد العقرب النهاردة عندكم سحر وتألق وجاذبية، وده بيلفت الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. النهاردة عندكم للأسف في تنافر فلكي في منازل الصحة، القمر الجديد بيتنافر مع اورانوس في منازل الصحة، وده بيخليكوا طاقتكم قليلة، فمهم النهاردة انكم تاخدوا قسط وافر من الراحة، تحاولوا تسترخوا وتاخدوا كمان وقتكم في انكم تنظموا نشاطاتكم وطاقتكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. اهتموا جدا النهاردة بصحتكم النفسية والبدنية، وكمان مهم انكم ما تعلنوش خطابكم وتعملوا في سرية وكتمان، وتجنبوا الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر الجديد بيدعمكم جدا اجتماعيا ومهنيا وكمان عاطفيا. القمر الجديد بيعمل لصالحكم وده بيخلي مزاجكم احسن، وتعرفوا تعملوا تنميه لاعمالكم او لمشاريعكم لو عندكم مشاريع خاصه. كمان من السهل النهارده انكم تحصلوا على دعم او مسانده من زملاء في العمل او رؤساء في العمل. كمان النهارده مواليد الجدي عندكم حياه اجتماعيه موفقه، ما ترفضوش اي دعوات اجتماعيه، لان ممكن من خلال الحياه الاجتماعيه تظهر لكم فرص هايله. عموما ممكن كمان مع الاصحاب تحصلوا على نصايح من اصدقاء مخلصين، ويكون في تبادل فكري مهم ومفيد بالنسبه لكم. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة للأسف القمر الجديد في وضع معاكس معاكم، فلازم تنتبهوا مهنيا واجتماعيا. الفلك بينصحكم انكم تتجنبوا الأضواء وانكم تراجعوا كويس خطواتكم وأفكاركم، ترتبوا أولوياتكم وترتبوا أفكاركم. حاولوا تحذروا من المكائد، احموا نفسكم من اي مكائد بانكم تكونوا ماشيين صح وما حدش يمسك عليكم اخطاء. تركزوا وتعملوا بدقة وبخشونة تجنبا للوقوع في اي اخطاء تتمسك ضدكم. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر في وضع داعم، وده بيديكم طاقة ونشاط وقدرة على الإنجاز هايلة، وممكن تحققوا كمان مكاسب مالية. النهاردة مواليد الحوت عندكم القمر الجديد
في منزل الحظ، فده بيديكوا يوم حافل بالإنجاز وبالرومانسية كمان على الصعيد العاطفي. النهاردة كمان مواليد الحوت لو عايزين تسعوا لسفر أو تخططوا لسفر أو تعملوا رحلة، كل ده هتكونوا موفقين فيه إن شاء الله. النهاردة وبكرة مناسبين جدا بالنسبة لكم للسفر، ولو بتتعاملوا مع جهات أجنبية كمان هيكون عندكم وقت مناسب النهاردة وبكرة لتوطيد صلاتكم بالجهات الأجنبية. كمان النهاردة وبكرة عندكم استعداد حلو انكم تزودوا معرفتكم ومعلوماتكم، وده يساعدكم على تحقيق تطور في مجالكم المهني.